هذا مجال دبك يا يا وح أو قبسومي مانتي وحنا وجدد أقول إلى جلها أي تاعي إن دل يردو أي دور وين كقطان هرمركا يا ريم عبد الشدة لأن دي رجال يا دل يردا دقموي ككله إيه قبل كا تقول كي جهنا ومرك يجوه رئيس أونركو دل يرو هل كي كسو جدا كلام يا يجوه هرمركا كشقين يا سلمركا عشان شرير وين كقبسنا يا وأنا أرين بالله آه قبل كسيتي جودهم بالدولة ديجان كصومالي ده قال لي رب قل الله كرو دافع يوسف جراح قيبها كل الدول احرف الله ياشا سد دكتور رضا يعني جنر رضا يقيبها كل الدول شغالها الدولة ده قنع ستضا يقولي بقيبها كل الدول ايه دلن يرضا يهل كاسي سوق تغي وحال كاسي كسوكوا كل وينها مباشر وينها كو بعد اي كو حسين دلشد النبي محمد نعريس اينا بتقلي كوركي ساتي وحال كاسي اللي اسكو لقاتي انا لسيح وجيو تدالك دلن يرضو اي وضو وحان هل كاسي كاقاتين دعو معلمين تا يا مشيخ دواوين ee magaalada Bekee ugu horeen baalkaas waxa ka hadlay Sheikh Cali Buux oo isagu sheegay in dadaal lagu bixiyay dhalinyarada iyo sida ay u noqon lahaayeen kuwa dadka anfaca waxuna sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu maanta kala arko dhalinyarada oo dib u soo xasuusanaysa dhulkooda ولكن يجب ان يكون هناك من 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 أفكارك يا كثيرة لك صوب حين عليه رجل إن شاء الله مستمران سيقود وحرر كل نصيب قوي يا ابني إن المعطى أنا مجرمينه وما مكتدك مدى ومتى نصيبه يا شيء دميرا ديارو أني قرب استيقان الله شقيان كان لقاي قاتان وبركة بشرة قلت شركا وقال الله أبدأ ويا هاي إن سوى الجيل الرشا تيوها ومرة المشدة ما دام جبتي إن أمي هاي حالة كشفيه أنت واشر إلا البوغاردية أيضا واشر على سلاح إن هاي كنت إلى عمير هذا كذا في عربي في قوة سيتي وحرر أنا وحواها إلى لعبة تي فيو ما دام شركة شبة غارة ويا هاي تغيير أنا أنت أسكسو حلقة عميل إنك مشد أي مدخل هذا المسودة في حالة اللي يدوم صور نظام السويدية حالة كنت إلى وحيالها رمضان على كذا القاتل لا تحق له بشرة حالة بدن عيوش بود جلا وعرض متيل له بعدي بدن عاد بدون عساتي عتق استوى فوق على خامسي يوم من يوم لا تلين يا الله يلا بتشي يا الله بكير يا الله نطيار بعدهم على علينا سكوت حربا كل أنا ما عم تعرفين هاي وشقي كبشرة يوم قاسيت هذا مرحى ده ما حربا ده خلاص يا التيفيو وأنا بعمل هاي ناسي وديت له كوشة لأنه اللي يرى إنه قاعد وين إنه نقطان عنا بنا قاعد يرى إنه كاشنو أسير الله سبحانه نجمة بيجن شكوين رمضان وبرار بقى سبحانه وهذا سبحانه هاي لو بقى له بشر اللي هذا كده تبغى هذا كده حالة بديها بدك كنا نسوي كده بس وحال وقته إن مشروع عن برار وبيجري نسوي كده وقته ما في عمرة يا ولو عند الإنسان هاي طايفة برضو نتلو لكن ما حنا نسيب ولاك إن شركة دليلها على سكوب بيجمع يجري في مجال النص ميني وتطلع على مجال هذه الهيئة وحنا يجري تا يتوبر يجست على مجال هذه الهيئة جيست كلاتنا مدير كمان معمولها الدوكسيجا الفلاح فبحاج علي مدنى يوسف موسى عبدي الله يقان يوسف ماشو يا يسوع هالكاسي هذا لديري قلنا كسر جدياي waxaan ku caynayaa oo ku faraxsanahay in nala joogo macallinkeeni macallin Cabdullaahi oo dhamaantay arifka noo qabtay wax la baray nasiibna aanu yeelan dhamaantay anagoo shinweyne qabsanayno inuu na dhex joogo waxaa kaloo nasiib yeelan inuu dhex joogo macallinkeeni kale Cali Buux ilaahay khayr siiyo
دليلتا هل كان سقوط من ذي دورة الموضوع أنا أقول هلا أنت شقينا يسوع وحكا شقينا يسوع إيه أنت عن كش غيرنا مجال الدكتور تبع وهذا كبرن قاموا وده كل بيوحكوا جوياً من قبل وحكي لها استعجرت بين لبقة عم وتمر كوي عشانه تسك وحلا قال ما كي تيرسا ميدي بدخل هذا الميدي بتكلي تاجن تهاي تهرم جويسيني دليلتهم كأول كش غيرنا سواح ما ترى يعني ده هو كبيري ويدو قبل ما هذا كبيري ويدو كشان تدا علماء هذا كبيري ويان دولة السيد أحمد نوشي قدوميه هذه دولة أي قانسي ويدو إن عكلاتنا وحال كاسكاه لقار كم ذا قبان قبياش يكون كني يصدق عكلاته دلني يرضى يقوم تلي دلني يرضى بكي وحنا كم ذا عبد الرحيم أحمد سعيد يصدق عكلاته أبو أنمجل ويسو كم ذا دلني يرضى سي السلام عليكم الله تبارك الله يسلمك عليك مع السلام معلم علي بن علماء الثلاث أبرياشة ونوكيسة ثم في غالية بسوقة مطاريشة وحالة يا أهل ربما سبيل سوقة وحكي علينا هذا كتاب الصوت قرق المفسد وحيلة أساس وحيلة يوم كل يوم شلتي تريد أمري ولكن خليل أيها روتي وحضر ينصوت إلى ما تضع على أساسه في كثيرات الجيل أولا يسير وحول لكن أنت أكيد حيدع ربضان ودعي وحما عرفي كرت سمونا يسوي بصورة في ملكة وفربرا إن أيديم هاي استخدناته ودي بصورة على الأول كبير استخدناته ويسكوغاله dalinta gobolka dhamaan aan tusaale u noqono burada burada mid la aasaasto yaan maragtay biin loo arkay baarana soomaaliye alxamdulilah shimuulihii dii kula waa kamaanta magaalada dii ka dhacay xaqabka dhamaa in wixii tarbiixiga waxa ay ku shaqayn doonaa qaybaha tabay barnaamijka ay ku jiraan gudahaal waxaan salaamayaa شرف تقييم حالي كسو قيب قشي مدشن شرويني كواد دلنيرا دوكيا وجوين عبيال ايو دلنيرا با وحان سيقارو سلام ايا علوم دينا معلمين تينا قيمة هي قدرين تمضى كدن بيجي اني سوا بحال بلشو مانتا انتا لي سوانا ساري دلين يرادا انتا لأيك بدن كوب اي واح برتين رونا هانتي واح قلو اوان كتن ماما ما قرم ايو وانا هين جيد كو مركو دال ايو او واح او سو سار وا جيد تي مركو او مراح سو ساري او بيح سو ساري ايوكو وا جيد تي داد كاوي سو ساري امرك الله وبركاته waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay suurtagelisay madashan qoraxda badan waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo tix maanso yaroo kooban ka hadlaysa waxqabadka iyo midnimada dhalinyarada dhalinyarada hadday midoodo wax kasta inay qaban karto inay buur dubin karto ayna dhisi karto marka hore allah mahalle arshi maamulaha waara nabi muhammad ba suuban alayhi salatu wasalam isagaana maamuus leh oo mudan amaan oo dhan marka xiga salaam buuxda kalgacayl mug weyn sidata muxubiya dareen miiran bulsho yahay muto hooya maansada bilowgeeda ama gabeella miis miiso maalmahanba maan curine
waxa maanta ii daaray madashana ay soo taagay waa maalin oo khaas ah waa mahadho taariikh leh biki waa midnimadeena magaceegu waa qaali waa magaalo uu aabe dhalinyaro ku miisaamay dhakhaatiir milgiya sharaf leh injineero meeqaam leh iyo macallimiinteenna markaan eego quruxdiina midnimada wanaageega farxadda iyo mashcaladeeda ma qiyaasi karo maanta malaha iyo isfahankeennu inaan meel u wada jeedno waa lagama maarmaane biki waa midnimadeena waqtigaa nin iyo meel fog nagu kala muquuniyey maskaxda iyo xasuusteennu waa madasha aan joogno biki waa midnimadeena dhallinyaradu waa maalka waa muruqa iyo xoogga maskaxda iyo garaadkoogu haddii uu mar qura tooso waxsan baa ka soo muuqa danta guud muhiim weeye danta guud muhiim weeye waa marinka guusheenna waa waajib noo muuqda waa shay bulshadu maanta dhibta kaga muqoortaana qof kasta waa moogaami dhalin yahay midnimadeennu ifiyaha mugdiga weeye manfac iyo udgow weeye waa shay mataaneeya laba meel ku kala oodan waa shay mataaneeya laba meel ku kala oodan dhalin yahay muraadkeenna iyo mustaqbal lagu faalo milicsiga hankiyo guushu u xumira dhalaa goorta madax iyo mijaa hoose u macaamilaan joogto macnihiiyo ujeedkaygu waa meel u wada jeesta miciisada caqliga toosan tacab iyo dadaal maala xoojiya midnimadiinna hadda meesha maran buuxsha tuhunkiiyo ismariwaaga iyo muran qabiil dhaafa wada maydha laabtiinna kaca oo milgaha sharafta majaraha qofka taaga dhalin yahay mid iga hooya maanduuriyaha qaadku waa marin habaabiyaha waa nolol madowgeeda dhammaanteen ha laga maarmo ilaahay muraadkeenna wuxuu maanta doonaayo meel fudud ha naga siiyo ilaahay midnimadeenna haadkeeyo muruqeenna kuwa aanan kala maarmin mawluu ha naga yaro waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada madasha.